بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عملنا قبل كده قاعدة الشنطة المستطيلة البيضاوية، وعملنا قاعدة الشنطة المربعة تنفع كوستر، وعملنا قاعدة الشنطة المستطيلة، وادي النهاردة عملنا المدورة. ملكوش حجة خالص، تمام؟ في أكتر من قاعدة وعاملين قواعد تانية كتير. يلا تابعوني نبتدي. بسم الله. ده خيط سلسلة سميك وإبرة رقم 5. هعمل دايرة واقفلها واسيب حتة كده، هدخل هنا واسحب حلقة واعمل سلسلة، هدخل هنا واخد لفة واعمل غرزة حشو، ودي البداية بتاعتي. هحط لها ماركر عشان ابقى عارفة ان دي اول غرزة عندي. 1 2 3 4 5 6. هسحب الحلقة دي الخيط ده كده وهقفل، وهقفل مكان الماركر بغرزة منزلقة كده، تمام. هعمل سلسلة، شيل بس الماركر ده، جوه نفس الحلقة. بصي، بدخل هنا اهو كده واخد لفة واعمل حشو وانقل الماركر علشان ما انساش مكاني فين، وجوه نفس الحلقة الغرزة هعمل وحدة حشو. انا عملت 2 حشو فوق اول حشو. تاني غرزة 2 حشو، 1 2 فوق نفس الغرزة، تالت غرزة 2 حشو، يبقى هعمل 2 حشو في كل غرزة لغاية ما ابقى اجي هنا عند الماركر. انا كنت بادية ب6 حشو، يبقى اللي فوق هيبقوا 12 حشو. ادي 2 4 6 8 10 12. هدخل في الغرزة اللي فيها الماركر، مش هشيلها، واقفل بغرزة منزلقة. سلسلة وادخل جوه الحلقتين دول كده واخد لفة واعمل حشو واحط برضو الماركر تاني. ادي 1، هعمل 2 جوه نفس الغرزة، الغرزة اللي بعديها 1 بس، الغرزة اللي بعديها 2 حشو، 1 2 اللي بعديها 1 اللي بعديها 2. ادي 1 2 اللي بعديها 1، وهكذا. هعمل في غرزة 2 وغرزة 1. هقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة، ادخل كده واخد لفة واعمل منزلقة، تمام. سلسلة، هعمل حشو في نفس الغرزة، احط ماركري طبعا، حشو جوه فوق الغرزة اللي بعديها، 2 حشو في اللي بعديها. ادي 1، ادي 2 حشو في اللي بعديها، دي 1 حشو في اللي بعديها، دي 2 حشو في رقم 3، 1 2 حشو في اللي بعديها، دي 1 حشو في اللي بعديها، دي 2 حشو في اللي بعديها، دي 1 2. يبقى اشتغل غرزة 2 غرزة، حشو فوق الحشو، حشو فوق الحشو، 2 حشو فوق تالت حشو. اخر السطر، اخر غرزة في السطر هتبقى 2 حشو فوق نفس الغرزة، واقفل اللي فيها ماركر بغرزة منزلقة. سلسلة، وواحدة حشو فوق نفس الغرزة،
ونحط الماركر والغرزة اللي بعديها حشو كده اتنين، والغرزة اللي بعديها حشو كده تلاتة، اللي بعديها تزايد واحد اتنين، يعني اتنين غرزة في نفس الغرزة، واحد حشو فوق الغرزة اللي بعديها دي واحد، واحدة حشو فوق الغرزة اللي بعديها ادي اتنين، واحدة حشو فوق الغرزة اللي بعديها ادي تلاتة، اتنين حشو فوق الغرزة اللي بعديها ادي واحد اتنين، وهكذا حشو حشو حشو، تلاتة حشو وبعدين تزايد اتنين حشو. اخر السطر هتعملي اتنين غرزة فوق الاتنين غرزة كده واحد اتنين، وهنقفل في الغرزة اللي فيها الماركر بغرزة منزلقة. الدور اللي بعديه هنعمل سلسلة حشو في نفس المكان ونحط الماركر، حشو في اللي بعديها كده اتنين، حشو في اللي بعديها كده تلاتة، حشو في اللي بعديها كده اربعة، حشو في اللي بعديها اتنين حشو، واحد اتنين، يبقى عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين تزايد. اللي بعديها اجي واحد حشو في اللي بعديها اتنين حشو في اللي بعديها تلاتة حشو في اللي بعديها اربعة حشو، وفي رقم خمسة هنعمل تزايد، اجي واحد اتنين. تمام، يبقى انا المرة دي هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين تزايد. الدور اللي بعديه هيبقى خمسة فرداني، خمسة واحد حشو، وبعدين في رقم ستة هنعمل حشو، بعد كده اللي بعديها ستة حشو، وفي رقم سبعة هيبقى اتنين حشو، وهكذا لغاية ما تعملي بقى الدايرة المقاس اللي انت عايزاه. بالشكل ده هنفضل نكبر بقى لغاية المقاس اللي احنا عايزينه، سهلة وبسيطة ومفيش اسهل من كده. عامله لكم انا تزايد في الدايرة في بالعواميد، والنهارده عملت لكم بالحشو. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.